أنا عفوك وغفرانك لك الدواء، ألا يا الله نبي قربك وجنتك لنا مأوى، ألا يا ربنا عفوك وغفرانك لك الدواء، ألا يا الله نبي قربك وجنتك لنا كلنا لا ما في واحد منا إلا ما يتعلق في رغبة هؤلاء، نسأل الله أن يهديهم. فأنت بالليل إيه فايدة قيام الليل؟ أولا أبو الحسن الشاذلي لما شافه تلميذه في الرؤيا قال كيف الحال يا إمام؟ قال له طاحت تلك الإشارات وضاعت تلك العبارات. إمام مين يا عم؟ أنا مش لا إمام ولا غيره، والله ما نفعنا إلا رقيعات صليناها في جوف الليل والناس نياه. هذا الإمام الذي قدم الكثير رقيعات قيام الليل. يعني بحثنا عن ضياء القبور ما وجدناها الا في قيام الليل، سبحان الله. وبعدين وبعدين في نقطه، انت تقوم بالليل، اهل الملأ الاعلى سكان السماوات من الملائكه يتراءون البيوت التي تقوم الليل كما نتراءى نحن الكواكب الدريه الغابره في الافق. الله منوره. يبقى منورة. البيت حواليه 10 بيوت ظلام وهو بيته ايه؟ منور. وضاء. طيب جه يوم مرض ايمن او سافر، نعم، او في ورطه، او زوجته او 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 الى اخره، تتفقده تفتقده الملائكه، فيسال بعضهم بعضا اين فلان؟ بيته ظلام ليه؟ فيقولون انه مريضا، تدعو له سكان الملائكه الاعلى، اللهم اشفيه، اللهم فرج كربه، اللهم يسر امره. الله. الله. ايه الرصيد العظمه ده؟ مش لما الاصحاب يسالون عليهم، مش له اهل سبحان الله. نعم. اهل سبحان. لما قيادوا الخليل وخلاص المنجنيق تحرك، المنجنيق تحرك وخلاص هيلقى، ضجت ملائكه السماء، يا رب خليلك يسالك في النار، انزل يا جبريل اساله، الك حاجه؟ قال منك فلا، قال من الله؟ قال من الله فبلى، قال اسأله؟ قال علمه بحال يغنيه عن سؤاله. ده رصيد كبير، ده رصيد شغله ثانيه، ده الخليل ده قصه اخرى. اول ما يعملوا القرعه في السفينه تقع على يونس، القرعه تقع على، قالوا خلاص امسك يونس القوه، هو بيرقوه الحوت فتح فمه، تعالى ايها الحوت ارسلتك حافظا ليونس ولم ارسل يونس لك طعاما، خلاص خلاص. اول ما دخل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. يبقى يونس له إيه؟ رصيد عند الله، رصيد عند مين؟ عند سبحان الله العظيم. فأنت هذا الرصيد الذي يصنع بالليل. وبعدين إيه؟ تنظر في وجوه، أنت لما تقرأ الوجوه أو في ناس لها قراءة في الوجوه، لما تنظر في الوجه كده تقول الله يكرمنا الشيخ رحمة الله عليه، ينظر كده يقول الولد ده لم يقم الليل، هذا الولد قام الليل. فراسة المؤمن، فراسة يدور عليه وجهه هالة من النور. الحسن البصري كان أصمر قريب إلى السواد، كان عليه بهاء ونور كده، قالوا يا بصري عهدناك آدم البشرة، ما هذا الخير والنور العجيب؟ ونحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله. أنا عايز رمضان يستغل فرصة أن نستمر أحد عشر شهرا نقوم الليل. عطاء بن رباح كان هو وزوجته وأمه، بعدين مع فريت واحد، فهو أمه تقوم أول الليل وتصحي زوجته، تقوم الثلث الليل، زوجته تصح توقظ عطاء، يقوم الليل البيت يظل منير طول الليل. أمه ماتت، قال لأم قال لزوجته إيه؟ نقسم الليل نصفين. الله. فلما ماتت زوجته ظل عطاء 20 عاما يقوم الليل كله كي لا ينطفئ النور في بيت عطاء. الله رحم الله رحم الله. عطاء ده لما راح يحج وبعدين افاضوا من عرفات قالوا يا امام المسلمين يا عطاء كبير التابعين حسن البصري وسعيد بن المسيب وابن سيرين عظمه دي كلها، فيا ريت اولادنا يعرفوا عنهم شيء. فيا امام هل قبل الله حجنا؟ قال والله كان عندي من اليقين ان الله قبل حجكم لولا ان فيكم عطاء. تحدث عن نفسي لولا ان عطاء بس وصيف هو ده اللي مش كويس، هو ده يمكن يطير الحج من قول لا اله الا الله. فسبحان الله. فقيام الليل بيعطيك هذا الايه. وبعدين ايه قيام الليل اللي فيه لا رياء ولا سمعه. كان الصحابي يخادع زوجته بالليل كما تخادع الام صبيها، فيقوم ليصلي لا يشعر به الا رب العباد عز وجل.
الله. والزوجة تأتي زوجها بالليل تقول له لك حاجة؟ جزاك الله خير. أتأذن لي أن أقوم لربي الليلة؟ مين يلاقي زوجة بالشكل ده؟ تقول له أستأذنك أن أقوم للبيت فيه نور بالليل. سبحان الله والحمد لله. أنا أعلم كثيران بفضل الله عز وجل في البيوت، وكثيرين بفضل الله من قوام الليل هم دول اللي نزلين الرحمة علينا. سبحان الله. فضل الدكتور، يعني حين يرزق الله أحدا بقيام الليل ويسهر إلى الفجر وهو يقوم الليل لا يشعر بنفس التعب الذي كان يعانيه إذا كان ساهرا أمام التلفاز. في شوف في طاقتين، حتى علماء الطاقة يقولوا في طاقة إيجابية وطاقة سلبية. نعم. وأنت تأخذ طاقة إيجابية، طاقة نورانية. هو هو يعني هو سبحانه وتعالى إنه أضحك وأبكى، انه امات واحيا. مين اللي يحيي موات القلوب؟ الله. الله بايه؟ بماده القلوب. ماده القلوب ايه من ضمنها؟ قيام الليل. نعم. قيام الليل سبحان الله. قال ايه؟ اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاه بالليل والناس نيام. مش كده قال تدخل الجنه كده؟ سبحان الله. ماذا تحب يا ابا بكر؟ قال احب ثلاثا يا رسول الله. ما هي؟ قال احب انفاق مالي عليك، والجلوس بين يديك، وادامه النظر اليك. الله. وأنت يا عمر؟ قال وأنا ثلاث يا رسول الله. أنا أيضا أحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. وأنت يا عثمان؟ قال أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وأنت يا علي؟ أنا أحب إكرام الضيف والصوم في الصيف وقتل العدو بالسيف. وأنت يا أبا ذر؟ قال أنا أحب أشياء غريبة. قال ما هي؟ قال أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت. قال لا أحد يحب هذا يا أبا ذر. قال يا رسول الله أنا إن جعت رق قلبي، وإذا مرضت خف ذنبي، وإذا مت لقيت ربي. الله الله. هؤلاء العظماء لما ندرس هذا الفكر كيف أن واحد يحب الجلوس بين رجله وانفاق مال عليه والنظر إليه، وعمر يحب الحق، وعلي يحب كرم الضيف، وعثمان يحب الصلاة بالليل، وأبو ذر يفلسف الموت والمرض والجوع إلى فلسفة عجيبة. هؤلاء كانوا في الصلاة كيف كانوا؟ كان الحمام الحرم يضع على رأس على ظهر ابن عمر ظنا منه أنه جدار. يعني فين الحمام طف مرة والثانية وجد شيء ثابت نزل عليه. نحن الحمام لا أكثر من مساجد ولا الذباب حتى ولا النحل. سبحان الله. إحنا مهفة سبحان الله. فالقضية أن سبحان الله قيام الليل ده يعطينا إيه كمان؟ رقة قلب. ويعود. وبعدين انا عايز ادي برنامج عملي برضه عشان ما اكونش خيالي. لان احنا مش مره واحده من لا صلاه الى قيام ليل. انا بس عشان نكون واقعيين. اعمل الاول ايه؟ ده كان اللي بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله يعني باذن الله. يعني رمضان ده اندفاع او انطلاق ان شاء الله. قبل الفجر مثلا الفجر على مثلا نقول مثلا في اي بلد اربع مثلا الرابع اي يعني ثلاثه ونصف واستيقظ نصف ساعه. نصف ساعة قراءة قرآن ونصف ساعة صلاة. بعد خمسة ستة أشهر أخليهم 45 دقيقة. ربع ساعة قرآن، ربع ساعة صلاة، ربع ساعة إيه؟ ذكر وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سنة أخليها ساعة. 20 دقيقة 20 دقيقة 20 دقيقة. شوية شوية أتعود. شوية شوية أتعود على قلة النوم. أتعود على قلة الطعام. أتعود على ذكر الله. أجد نفسي دون أن أدري. نعم.